ضمن جهود المحافظة الجنوبية في مكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 ولتعزيز إطار التوعية والاحترازات الوقائية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية. حضر سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية حملة تعقيم وتطهير في منطقة الرفاع بحضور عدد من الضباط بالشراكة والتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني وعدد من المتطوعين. وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن المحافظة مستمرة في المضي على إقامة سلسلة من حملات التعقيم في مختلف مناطق المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في تحقيق الجهود الرامية وإبراز الشراكة الأمنية مع مختلف الجهات والأجهزة الأمنية، مثمنا جهود رجال الأمن في تعزيز متطلبات السلامة، وذلك من خلال التعاون المشترك في مختلف البرامج والمبادرات الأمنية التي تحتضنها المحافظة والتي تسهم في تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال بذل الجهود لضمان أمن وسلامة الأهالي والمواطنين. وأشاد سمو المحافظ بالجهود المبذولة من قبل رجال الأمن في الإدارة العامة للدفاع المدني والمتطوعين، مؤكدا دعم سموه لحملات التعقيم واسعة النطاق لتشمل مختلف مناطق المحافظة والتي تأتي من منطلق تعزيز الوعي وتطبيق الإجراءات اللازمة، مثمنا سموه في الوقت نفسه تعاون الأهالي وتجاوبهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية. من جانبهم عبر المشاركون في حملة التعقيم من رجال الأمن والمتطوعين عن تقديرهم لما يقوم به سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية من دعم وتعاون وثيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في المبادرات الأمنية والمجتمعية الرائدة. أولا يسعدني التواجد اليوم في منطقة الرفاع من أجل التعقيم في مختلف مناطق المحافظة الجنوبية، وأنا شاكر دائما للإخوان في الإدارة العامة للدفاع المدني، ولا شك أن دعمنا ومتابعتنا مهمة من أجل التعقيم، ولا شك أن التعقيم يأتي ضمن حرص المحافظة وجهودها من أجل مكافحة فيروس كورونا في المجتمع وتحقيق الشراكة الأمنية مع مختلف الجهات في الوزارة وتنفيذا لتوجيهات معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية الموقر. ونحن اليوم في الرفاع وإن شاء الله بيكون في مناطق أكثر من المحافظة الجنوبية اللي راح يشملها التعقيم في مختلف المدن والمناطق، ويأتي هذا العمل ضمن التنسيق المباشر اللي تقوم بالمحافظة. والحقيقة احنا نود أن ننتهز هذه المناسبة أن نشكر جميع الجهات ونشكر أيضا المتطوعين اللي هم متواجدين معنا اليوم في الرفاع من أجل التعقيم، واللي إن شاء الله راح يستمرون ويانا في التعقيم في المناطق الأخرى اللي بنزورها إن شاء الله. وكذلك نشكر رجال الأمن على تواجدهم ورجال الدفاع المدني، ونحن نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع، ونسأل الله السلامة والتوفيق. والمحافظة الجنوبية مستمرة في إقامة مثل هذه المبادرات وإقامة مثل هذه الحملات من أجل تعزيز الشراكة المجتمعية ومن أجل دعم مثل هذه الحملات الهادفة التي تهدف دائما إلى السلامة والصحة للجميع. فأنا أود أني أنا أكرر شكري وتقديري للإخوان في الإدارة العامة للدفاع المدني، وأشكر الأهالي والمواطنين من الرفاع على تعاونهم دائما معنا.